هناك رجل مريض مرض القلب. إيش؟ مرض القلب ولا يعمل عنده إلا جزء بسيط ويحتاج إلى الدواء باستمرار. يعني كل تقريبا 8 ساعات أو 6 ساعات، فهل يعني يسقط عنه الصوم؟ هذا نعم، الذي عنده هذا المرض يسقط عنه الصوم، ويطعم عن كل يوم مسكينا، إن شاء أعطى المساكين كل مسكين ربع صاع من الرز، وأن أدمه بلحم وهو أحسن، وإن شاء عشاه في آخر ليلة من رمضان هنا، أو غداه في يوم آخر في الفطر. هذا الدواء ما استطاع، هذا مريض محتاج للدواء. نعم.